مرحبا، اسمي هيلين وقد سافرت إلى خارج البلاد نظرا لدواعي العمل. سأتغيب عن عائلتي لمدة شهرين، وهي مدة طويلة. لابد لي من الاتصال بهم، ولكن هناك مشكلة. في أول يوم وصلت فيه كتبت لابنتي رسالة خطية، ولكنها لم تفهم خطي فانزعجت كثيرا، واضطرت للذهاب لمن يستطيع قراءة الرسالة لها. صغيراتي، اقترحن لي حلا إبداعيا لمشكلتي حتى يتسنى لابنتي قراءة رسائلي بكل سهولة ودون الاستعانة بأي شخص آخر.